يقول في سؤال آخر: ما حكم تعليق بعض الناس حجابا على أطفالهم؟ قد يكون فيه شيء من القرآن أو أوراق مكتوبة عند بعض العرافين. هذا ما يسمى بالتمائم، هذه التعاليق التي تعلق على الرقاب أو على السيارات أو على الدواب أو في البيوت، يراد منها دفع العين وكف الشر، هذا يسمى بالتمائم. فإن كان هذا المعلق يشتمل على الشرك ودعوة لغير الله عز وجل، أو يشتمل على أسماء شياطين وأسماء الجن، فإنه محرم بإجماع المسلمين، وهو شرك بالله عز وجل، لأنه استعانة بغير الله. وإن كان هذا المعلق من القرآن خاصة ومن الأدعية النبوية وليس فيه شيء من الشرك، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. قيل إنه جائز لأنه لا محذور فيه، لأنه من كلام الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا محذور فيه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أيضا، لأنه داخل في عموم الرقى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهو داخل في عموم الرقى والتمائم. الصحيح المنع من تعليق التمائم مطلقا، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. نعم.